اليوم فنجان القهوة مع قلت لي جاي زيارة حتى يترك ويعنار. صباح الخير، صباح الرواء، من جديد عم نرجع نكون معكم ضمن برنامجنا الصباحي رزنامي تروزنا بفقرتنا الأسبوعية فنجان قهوة. مثل ما يعني حكيت الصباح للي كانوا عم يسمعونا ضمن البرنامج اللي بدأ من الساعة 9، أيضا اللي على فيسبوك اليوم رح نحكي أكثر عن طاقة الشباب، رح نتعرف على صبية شابة فنانة موهوبة بالإضافة لشغفها الكبير، قدرت إنها هي بفترة قصيرة تكون ملمة بتفاصيل جدا مهمة عن الفن في بيئة قدرت تخلق منها جو داعم قد ما فيها، بالإضافة إنه في شيء جواتها كان دائما عم بيحفزها. ما بين الفن والعلم كان في رحلة كانت متماسكة فيها بشكل كتير كبير، قادرة تخلق من كل لحظة بتعيش ذكرى دائما تكون ملهمة ومحفزة للكتار. كتير لما منبسط لما منسمع قصص عن شبابنا السوريين، عن الصبايا الرائعات اللي عم بيكونوا هيك طاقة كتير حلوة لقلنا، لحتى نشوف انه لسه قادرين نعطي، لسه بدنا بنحب الحياة بشكل كتير كبير. اليوم رح نتعرف على رندا حمادة، وهي صبية سورية موجودة ببريطانيا، فنانة قدرت بوقت قصير تتقن هذا المجال، تبدع فيه، تشارك بمعارض. رح نتعرف أكثر عن دراستها واللي هي بأهم يعني بوحدة من أهم الجامعات في العالم موجودة ببريطانيا كمان، نتعرف هيك عن جو أسرتها، كل هالنجاحات الحلوة اللي عم تقدر تحصدها بسن صغير، شو في خلف الكواليس، شو هي الصعوبات اللي عم تمرق فيها، شو التحديات اللي لسه هي بتشوفها قدامها. يمكن نحنا بنشوف الفكرة الخارجية قديشة حلوة، لكن ضروري نعرف شو كان في صعوبات مرقوا فيها كل إنسان ناجح. بما أنه اليوم معنا رن، رح أول شيء نتمنى لك دايما كل التوفيق والنجاح وفخورين فيها. اليوم رح نتعرف أكثر عن مشوارها، عن طموحاتها، ربما عن مخاوفها، عن أجمل اللحظات اللي مرقت فيها، مين كان داعم لها، خاصة أنه هي كمان تعرف شطرنج، لعبة الشطرنج يا ترى شو علمتها بهالحياة، مين اللي كان جنبها. أنا كتير متحمسة أني أتعلم منها اليوم كتير من الشغلات والقصص، ومثل كل فنجان قهوة بقول هالفنجان بهالنص ساعة بيعلمنا كتير، بيحفزنا كتير، مهما كانت أعمار الضيوف صغار كبار، دائما عم توصل ريحة القهوة بكل مرة بنكهة مختلفة مهما كنا بعاد. عم نكون كتير قراب، واليوم خلونا نكون أقرب لضيفتنا بهالصباح رند حمادة. أهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك. صباحك صباح كل اللي قاعدين عم يسمعوني. رند، اليوم أنا كتير سعيدة إنك موجودة معنا، قدرتي بفترة هيك إنك تكوني فنانة تشكيلية. أنا بعرف الوالدة هي أيضا فنانة تشكيلية، دكتورة روان، نوجه لها تحية كتير كبيرة، لكن يعني إنك أنت تقدري، خاصة إني قلتي بلقاءات سابقة إنه أنت ما كان يعني ما كنتي بتعرفي بهذا الفن، لكن اليوم أنت عم بتشاركي بمعارض. خلينا نبدأ من المعارض اللي عم بتشاركي فيها خلال هالفترة، تخبرينا عنها كيف يعني كانت هاي المشاركة، كيف عم بيكون صدى حول الرسالة اللي عم تطرحيها بلوحاتك. أنا صار لي برسم حوالي 3 سنين بس، وبلشت بالمشاركة بالمعارض من بداية هاي السنة فقط لا غير. أول معرض كان ما لا يريدونك أن ترى، كان بالشهر الأول والثاني من هاي السنة، كان معرض مشترك مع مجموعة كبيرة من الفنانين البريطانيين، من ضمنهم والدتي، كمان والدتي دكتورة أدب عربي وفنانة تشكيلية، فكانت كمان جزء كتير مهم من هذا المعرض. فورا بعده بعد الشهر الأول والثاني، الشهر الثالث والرابع شاركنا كمان بمعرض جماعي كمان هون ببريطانيا، كان اسمه تحت اسم بدايات جديدة. بعدين شاركنا مع منظمة من فترة قصيرة الشهر الماضي، مع منظمة لها علاقة بالفن الإسلامي، يعني نظرة الإسلام للفن. هي لسه الناس لحد هلأ بيحطوا الرسم أو كل أنواع الفنون تحت سؤال، إنه
هل هو حلال ولا هو حرام. فهي المنظمة شافت إنه خلينا نعمل جلسة حوارية نشوف هل هو حلال ولا هل هو حرام. يعني نرسم يعني مو ضروري إنه نرسم أشخاص مستفزين مثلا أو شيء، لا، أو مستفزين للجمهور، لأن إحنا فينا إنه نرسم أشخاص سوريين تحت القصف، تحت الحرب، أشخاص مثلا فقراء ما لهم حسني إنه يحسوا مثلا بفرحة العيد أو هي الأشياء، ونشوف هل هو لساته حرام، يعني هل هو مجرد بس أنا قاعدة عم أرسم مش بشري وهو حرام. فهذا كان آخر معرض شاركنا فيه، وهلا لسه عندنا معرضين جايين كمان لآخر سنة. إن شاء الله الله يوفقك يا رب راند. طيب بهاي المعارض، يعني خاصة أول معرض ما لا يريدونك أن ترى، شو كانت فكرة المعرض بالنسبة للوحات اللي عرضتيها فيه؟ الفنان مثل ما قلت هو معرض جماعي، فهو ضم أكثر من فنان، وكل واحد فيهم ركز على فكرة تحت عنوان ما لا يريدونك أن ترى. ما لا يريدونك أن ترى بقى فقر ولا إتجار بالبشر ولا أي شيء من هذا القبيل. إحنا وماما ركزنا عليه بالبلاد تحت هذا العنوان هو الأزمة السورية. الأزمة السورية بقى بشكل مباشر، يعني ناس تحت القصف أو ناس خايفة أو أطفال مهجرة أو ناس بالقوارب اللجوء أو أي شيء، أو شيء له علاقة بالغربة مثلاً، إنه أنا حاسة بالفقد أو حاسة بالاشتياق لبلدي أو للناس اللي أنا بحبهم أو لجو العيد أو لهي القصص كلياتها. فهذا كان التركيز الأساسي بقلب هذا المعرض. حلو. طيب لما انتقلتي لبدايات جديدة، قدرتي ترسمي شيء تاني ولا كان في لوحات جاهزة أو شيء كمان عرضتيه بمعرض سابق رجعتي عرضتيه بهذا المعرض؟ كيف اختلفت التجربة بين المعرض الأول والتاني بالنسبة لإلك؟ الأول كانت فكرته حزينة، بما أنه هو له علاقة بالأزمة السورية وكل شيء لها تبعات. المعرض الثاني بدايات جديدة، أنا برسم من 3 سنين وبرسم كتير، يعني عندي عدد كتير كبير من اللوحات بمواضيع مختلفة. أي نعم بركز على مواضيع الأزمة السورية، بس كمان برسم بمواضيع ثانية، إنه هذا الشيء ضمن دراستي. في بدايات جديدة كان الموضوع مختلف تماما، كنا عم نركز على الجانب الإيجابي، ممكن إني أرسم وردة أو إني أرسم ياسمينة طالعة بالشام، يعني على الجزء الإيجابي من سوريا مو على الجزء السلبي بس. إنه سوريا بالنسبة لي مو بس بلد حرب، يعني بالنهاية بلد له تاريخ كتير كبير وله كتير جوانب إيجابية لسه عم نسمع عنها وبنعرف عنها. فكنتي حريصة بهذا المعرض انك تركزي عليها اكثر وتكوني من المشاركات. ذكرتي نقطة كتير مهمة انه هو ايضا ضمن دراستك، يعني وهون انت حاليا طالبة هندسة معمارية بجامعة من اهم الجامعات بالعالم، لكن سبق ايضا دراسة بمجال الفن. احكي لنا عن المرحلة من وصولك لبريطانيا، يعني تحديات اللغة لحتى انت قررتي تدرسي فن وتصميم واليوم هندسة معمارية. أنا صار لي ببريطانيا 5 سنين. أول ما أجيت كان بصراحة نظام التعليم كتير صعب وكتير مختلف عن سوريا. هني عندهم هون ثانوية عامة، بعدين مرحلة ما قبل الجامعة أقل شيء سنتين، وبعدين المرحلة الجامعية الاعتيادية. أول ما فتت كان عندي هي صعوبات اللغة، صعوبات النظام التعليمي الجديد، وهي هون الثانوية العامة مو سهلة أبدا، يعني الأشخاص اللي مروا فيها هون ببريطانيا بيعرفوا عن شو قاعدة عم بحكي. بعدها تجاوزتها بنجاح كبير. بعد فتت قررت إنه أكمل بالفن والتصميم. كنت بدي عم أختار إنه هون عندهم كتير كورسات حتى تحسي إنك تفوتي على الفرع اللي بدك إياه. فأنا حاولت إنه أختار فرع بين الرسم وبين التصميم، كانوا عم يركزوا فيه على المدارس الفنية والأمور الفنية والرسم والنحت وبيض هي القصص كلياتها، من نفس الوقت بيركزوا على الأمور اللي لها علاقة بالتصميم الداخلي. أو فهي كانت على الجامعة بين إنه أنا بدي إنه أكمل بالعمارة، وأنا بنفس الوقت بدي إنه أصبح لحالي بالتعلم أكثر من المدارس الفنية أو من الفن. فاخترت هذا الكورس، كان اسمه فن وتصميم، دبلوم بالفن والتصميم لمدة 2 سنين، وحسنت إنه أتجاوزه يعني بنجاح كتير كبير، نقصني 6 علامات عن المجموع العام. برافو. فحسنت عنها بهذا الشكل إني فوت على جامعة كارديف، هي جامعة مصنفة 35 على مستوى العالم بالهندسة المعمارية، جامعة كتير كبيرة
هلا حاليا عم ادرس عمارة، يعني يمكن اول شغلة قالوا لنا اياها اول ما فتنا على الجامعة نكون فخورين بحالكم انه انتم حسنانين انكم تفوتوا على هي الجامعة، انه بصراحة هي حلم. يعني نحن جوات الجامعة كلياتها 220 طالب، في بس 7 طلاب عرب، 6 منهم انترناشونال، فهي كثير صعبة انه حد يفوت عليها، خاصة البكالوريوس يمكن الماجستير. كتير كتير كان مشجع يعني، وبنفس الوقت تحدي. هل كان عندك هيك رند مخاوف، يا ترى أنا رح كون قادرة ولا رح أتراجع؟ يعني أنت كل مرة كنت عم تقطعي، وأكيد عندك هذا الشغف الكبير، لكن بالنسبة للتحديات والمخاوف كيف قدرتي؟ شو اللي شعرتي لحتى قدرتي تتغلبي عليها؟ أنا لي 4 سنين عايشة هون، هدول 4 سنين كل سنة منهم كانت خطوة لحتى فوت على الجامعة، كانت خطوة كتير مهمة، فأكيد متفوتي بأشياء صد ورد، وأنا هلأ بقدر ولا ما بقدر، كنت حاطة هذا الهدف. يعني أنا أول ما فتت على بريطانيا بدي إنه أدرس هندسة معمارية، بدي إنه أدرس بأحسن جامعة بالعالم. أنا حتى إجاني قبولات من جامعات أعلى، من جامعة كاردف، بس ما حسنت إنه أروح لأنه هي برات المدينة اللي أنا عايشة فيها. طبعاً كل سنة كانت صعبة. يمكن أول شيء اللغة هي أكثر شيء، لأنه إنك أنت تحكي بالشارع شيء، وإنك عندك مستوى إنجليزي إنك تتجاوزي الثانوية العامة وتتجاوزي كل امتحانات اللغة اللي بدهم إياها للجامعة، شيء ثاني تماماً. هذا شيء ثاني تماماً، وشيء صراحة كتير كان صعب. 2، نظام التعليم كتير صعب ومعقد، أخذت وقت كتير طويل لحتى أعرف شو عم بيقدموا على الجامعات وشو هي الأشياء أساساً اللي أنا بدي إياها لحتى أحسن إنه أدرس الفرع اللي أنا بدي إياه، لأنه هون ما في طريق مستقيم لحتى تفوتي على الجامعة، في أكثر من خيار لحتى تحسي إنك تدرسي الشيء اللي بدك إياه. يعني فيني إنه أقول إنه بال4 خطوات اللي عملتهم كنت متأكدة إنه رح فوت، حلو، بتواصل مع العالمين، خاصة بفترة الكورونا يمكن هي كانت أصعب مرحلة، سنة ونص اضطريت إنه ضل قاعدة فيهم بالبيت، وعم مشي شغلي من البيت، وعم أقدم للجامعات عن طريق يعني بالبيت، فمع هالشي كانت إنه أصعب. إن شاء الله هيك على طول موفقة رند. خلينا هيك نحكي عن جو العائلة، يعني كتير ذكرتي والدتك، كانت كتير مهم إنه هي موجودة معاكي عم بتشارك بهاي المعارض. أنا حتى وقت عم شوف الصور اللي هي برفقة والدتك بتبينوا كأنكم رفقات، فهذا الجو كتير حلو. نحن كمان رح نحكي عن معرفتك بالشطرنج وقديش كان يعني كنتي مهتمة جدا فيها، لكن احكي لي هيك عن جو العائلة، انت والوالد والوالدة اخواتك، كيف عم بيكون الجو؟ نحن اول شيء الجو احنا عائلة كتير مهتمة بالتعليم كتير، يعني ماما معها دكتورة بالادب العربي، والدي مهندس مدني، فكتير عم يحاولوا انهم يدعمونا، خاصة انه نحن بقلب بريطانيا، أهم شيء بقلب بريطانيا هو الجامعات، يعني هي أهم شغلة ممكن إنه الواحد يستفاد منهم هي جامعاتهم. ماما كانت كتير داعم لإلي، يمكن مو بس الدراسة، يعني هي كانت عم تعمل كل الأشياء اللي بتعملها كل الأمهات العظماء، بس هي كانت عم تتجاوز هذا الشيء إنه تعمل شيء أعظم بكتير، واللي هو إنه تكون لإلي قدوة، إنه هي سايق أبداً إنه حدا يتحول لقدوة لحدا، هي ناجحة بشوف أنا ناجحة بكل شيء. يعني بالنسبة لي النجاح هو باكج، هو مجموعة كبيرة من الأشياء، أنك ما تكوني مقصرة بشيء. هي شخص كتير ناجح بعائلتها، كتير ناجح بدراستها، كتير ناجح بشغلة، كتير ناجح حتى بفنها برسمها، وهي كمان بتألقي شعر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، هي ناجحة بكل شيء، فأنا حاططها قدوة، فشكراً كتير ماما لأنك كنت قدوة، يعني يخليك بغض النظر. يا رب، كتير جميل انه تكون الام هيك لها دعم كتير كبير، يعني حتى بصوره غير نمطيه. اليوم دكتوره روان مثل ما انت قلتي عم تكون دعم كتير كبير لإلك. اليوم انتم بجو العائله ذكرتي كمان انه انتم بتحبوا الدراسه، بتهتموا كتير، لكن يعني اللي بيطلع على الصوره انه اليوم انتم ما اخفلتوا هاي الموهبه، هذا الاهتمام بالجانب الفني، الرسم، حتى بالرياضة. اليوم انت كمان بتعرفي شطرنج، ما بعرف اذا كمان العائلة والأخوة هني كمان داعمين لهذا المجال.
هي كل شيء نحن عم نعمله تقريبا عم نعمله كعائله. يعني بالنسبه للتعليم كليات المتعلمين، بالنسبه للرسم يلي عنده موهبه حسان انه يرسم، انا وامي واختي كمان عادين عم نشارك بمعارض كثيره. بالنسبه للشطرنج كان بابا كثير مهتم بانه نتعلم شي نوع من الرياضه، وهي رياضه الشطرنج هي رياضه يونيك، شيء مختلف بتعلمك كثير امور، انك تصبري. نقعد جوات اللعبة ساعتين مثلاً قاعدين بس مركزين بشيء معين، بس مركزين بالدور اللي قاعدين عم نلعبه، فهذا الشيء كتير بيعلم. فأي أنا وأخواتي كنا نلعب، أنا أخي كان بطل سوريا وأنا الثاني على سوريا وأختي الثالثة، فكنا كتير مهتمين وناجحين بهذا المجال. مع الأسف لما أجينا على بريطانيا، المدينة اللي نحن عايشين فيها كانت بعد ما يكون عن الشطرنج في شوية اهتمام بس مو لشكل محترف. يعني ما فيك بالنهاية إنك تعملي شيء إذا ما كان في أستاذ محترف قاعد عم يساعدك، وما كان في بطولات قاعد عم تشاركي فيها، فكان لازم إنه نتجه لشيء تاني بقى مختلف. فركزنا على التعليم والرسم أكثر من رياضة الشطرنج. وهون في بدي أقول لك سؤال، أحد اللي عم بيتابعونا عم بيقول حاب يعرف شلون اكتشفتي الموهبة، إنه 3 سنين يعني أول رسمة رسمتيها، كيف اكتشفتي إنه عندك هاي الموهبة؟ رسم هون كتير عندهم شغلة حلوة، هي الثانوية العامة في عندهم نظام مختلف كتير عن بلادنا، بيخلوا الطالب يعرف هو شو بده، يعرف هو شو بيحب، شو شاطر، شو لا، شو بيحب وشو بيكره. فبيحسن انه يجرب عدد كتير كبير من المواد ويختبر حاله فيهم هيك حتى يختار له 3-4 مواد، هذا دول هن اللي بده يركز عليهم وبده ياخذ فيهم العلامه تبع الثانويه العامه. فواحده من هي المواد كانت بالنسبه لي كانت الرسم، فرجوني اياها، ويعني فرجوني شلون بدي اعملها، اعطوني المواد اللي انا بدي اعملها. ولما بتلاقي انه في ناس عم يدعموك، في ناس هدول يكونوا أساتذة محترفين، بيكونوا حسنانين إنهم يشوفوا إنه والله أنت عندك إيد طرية، نحن بنسميها بالرسم، أو عندك نظرة، وإنه حسنان إنك تعملي شيء، فبصيروا بيدعموا بيعطوا مواد لحتى أنت بتشتغلي فيها وتجربي وتقيمي وتحطي. فهو نقطة الانطلاق كانت الثانوية العامة والنظام التعليمي يلي خلاني إنه اكتشف أنا شو بحب وشو بكره وبشو شاطرة. انت شو كنتي حاطه ببالك قبل، يعني قبل ما تجي على بريطانيا وتختاري هندسه العماره؟ والله انا من انا وصغيره بدي هندسه عماره، كانوا دائما اهلي يشوفوا انه انا شاطره بالرسم، فكانوا دائما قاعدين عم يركزوا على انه رند رح تطلع مهندسه معماريه، رند رح تطلع مهندسه معماريه. فممكن انه تكون هيك انحطت براسي الفكره، ولو ما كان في عندي الادوات تبعها ما كنت حسنت إنه أعملها. هن كانوا قاعدين عم يقولوا إنه أنت رح تصير مهندسة معمارية، بس بنفس الوقت كانوا قاعدين عم يشوفوا إنه أنا في عندي أدوات إني يعني أرسم، أو إني أبتكر فكرة جديدة، أو إني أعمل تصميم مختلف. خاصة إن الدراسة وجدتني أو أثبتت لي هذا الشيء. جميل جدا، ذكرتي نقطة إنه جو العائلة أساسا هو كتير مشجع على إنكم تهتموا كتير بالعلم، وتضل هيك اهتماماتكم ونشاطاتكم فيها كتير ترابط مع بعض. في عندي سؤال كمان عم بيقول إنه مو بتشوفي الجو العام ببريطانيا ساعدك كمان على النجاح؟ هل لو بقيتي بسوريا كنت رح تقدري تحققي برأيك هذا النجاح؟ هذا أكتر سؤال بينسأل هون وبينسأل بسوريا بصراحة وبوضوح مباشرة. لا، نحن عنا بقلب سوريا ما حدا بيهتم أبداً بالرسم بشكل مباشر. ممكن أنك تشوفي واحد بده أنه يدرس هندسة معمارية ما عم يركز على الفن بحد ذاته، عم يركز ممكن على الفيزياء والكيمياء والعلوم. بصراحة نحن هون ما درسناهم لحتى نفوت على الجامعة، مع أنه هي جامعة كتير عالية عالمية، فما احتجناهم، احتجنا بس للفن. هون التعليم فظيع، مو بس التعليم، هي الجو ككل. يعني هون مثلا ما في عنصرية، ما في انه يحسسوك انه انت اقل من البريطاني، ما في انه والله لح ادعم البريطاني وما لح ادعمك، او انه مكان البريطاني بالجامعة موجود ومكاني انا ما له موجود. لا، هو كان كلياته العلاقة بالجدارة، فهذا الشيء بينصفني وبحس انه هو عم يدعمني وعم ينصفني لحتى أحسن أعمل الشيء اللي أنا بدي إياه. أما مثلاً بدي يكون بقلب جو حاططني تحت نظرة عنصرية،
أو حاطتني إنه والله أنا ما رح أقدر، ولا أنا لغتي ما لا ممتازة أو بديهية مثل الأجنبي، إنه خلص ما عاد في إنه أعمل أي شيء مثل الأجنبي رح يعرقلني. لا، هون بيكونوا داعمين كتير تعليمياً، وجوهم العام كلياته ممتاز ببريطانيا، كل شيء تحت سلطة القانون. قدرتي تكوني صداقات ببريطانيا، علاقات، تحسي حالك إنه عم تندمجي أكثر بالمجتمع الجديد اللي أنت فيه؟ الاندماج ببلش هون من اللغة، طالما إنه أنت معك لغة أي بيقبلوكي، طالما إنه أنت عم تفرجيهم صورة إيجابية عن سوريا، كمان إيجابية عن نفسك، كمان بيدعموك وبيحبوك. أحسنت إنه كون علاقات وصداقات. يمكن نحنا ما بنحسن كمحجبات إنه نفوت بقلب المجتمع البريطاني بلبه، مثلاً تكون صديقة انتيم مع شخص بريطاني يروح ويجي معه على كل الأماكن، لا ما بحسن نعمل هذا الشيء. بس بالجامعة لا، كلياتهم بيدعموني وبيحبوني. إذا كان في مجتمع، في مشروع أقصد مشترك، لا أنا ما بحس حالي إنه أنا مغيبة، لا أنا طالبة مثلهم. الاندماج بالمجتمع مثل ما قلت ينطلق من انك تكوني عندك شوية تفكير انه هن شو قاعدين عم يفكروا فيني، تكوني شوية عم تاخدي وتعطي معهم، ما تكون كتير صلبة او حدة بكل شيء بدك يا انت او بكل شيء بخص مجتمعك. وتكون اللغة اهم شيء، لغة ثم اللغة ثم اللغة، اللغة هي اكتر شيء بخليك انك تندمج جوات المجتمع. هذا يعني بالبداية راح اول سنة ما كنت احسن انه اندمج معهم. كانت لغتي جيدة بأول سنة، بس ما كان سهل إنه أفتحه أو أخذ وأعطي مثل ما هلأ أنا عادي عم أساوي معي. لا، ما كان سهل إنه أعمل هذا الشيء. لا، اللغة ثم اللغة ثم اللغة، يا همشي. هي مفتاح السر، وبرافو عليك يعني قدرتي. بعرف حتى الأكسنت ممكن تكون شوي هيك تغيرت على اللي تعلمتيه أو كنتي تعرفيه، يمكن في بعض المفردات ما كانت صحيحة، اليوم عم تسمعيها أنتي قلتي كمان بطريقة أكاديمية شيء، وبالطريقة اللي بيحكوا فيها الناس بالشارع عم بتكون مختلفة، فكان بدك تلقطي كل هاد لتكوني قادرة. فكتير يعني يعطيكي ألف عافية، وفخورة كتير باللي عم تقدمي. رح أرجع لنقطة هيك، بما أنه ما زلنا عم نحكي عن الفن، وكانت كتير بعتقد مهمة، هي أنه تم اختيار لوحة لإليك من قبل شاعر من بنغلاديش لديوان كتبه باللغة البنغالية، هي مجموعة شعرية، وكان الشاعر بالسويد وكتبها يعني واختارها مع ترجمة باللغة الإنجليزية. حكي لنا عن هذا الموضوع، كيف كانت، كيف تم بالتعرف، ليه اختار الصورة، كيف كان هاي التجربة بالنسبة إليك؟ هي اللوحة، هي اللوحة نفسها اللي محطوطة على الغلاف، كانت معروضة جوات معرض ما لا يريدون لك أن ترى بقلب المدينة تبعهم، في مثل مجتمع ثقافي، موسيقيين، كتاب، شعراء، رسامين، كلياتهم مع بعض، كلياتهم بيعرفوا بعض وبيشوفوا أعمال بعض. فيعني إذا كان في شاعر أو كاتب ممكن إنه يروح يشوفه بمعرض الفني، لأنه هي الفنون بالنهاية بتنفذ على بعض. فالشاعر دومينيك ويليامز هو شاعر بريطاني، هو الشخص اللي ترجمها من اللغة البنغالية للإنجليزية، شاف اللوحة وحس إنه هي بتشبه القصائد اللي موجودة جوات الديوان، لأنه في بعض القصائد أو القصائد المركزية عم تركز على أطفال سوريين فلسطينيين وعلى رأيهم بالحروب أو رأيهم بوضعهم أو بأوضاعهم بشكل عام. فحس إنه هي اللوحة مناسبة واشتراها وحطها على الغلاف، وهي كمان مثل ما قلت صدرت بالسويد من شي شهر. كمان شيء كتير رائع. وحابي هون كمان انقلك سؤال عم تسأله كمان رام، وعم بتقول من وجهة نظرك راند، قد ايه الرسم قادر يوصل صورة حلوة عن سوريا أو صورة عن يلي عم بيصير بسوريا لدول الغرب، خصوصا ببريطانيا؟ سؤال جميل جدا. الفن هو أقدر الفنون على توصيل الفكرة بسرعة. الشخص الأجنبي بصراحة ما لح يقعد يضيع 10 دقائق من وقته لحتى يقرأ مقالة، أو ساعة من وقته لحتى يشوف نشرة أخبار أو أي شيء من هذا القبيل، حتى يمكن هي المقابلة ما يكون له خلق إنه يشوفها. الرسم والتصوير من أكثر الفنون اللي بتحسن إنه توصل الفكرة للناس هيك بسرعة. يعني هو قاعد يقلب بالفيسبوك ممكن تطلع له الصورة أو الرسمة تنقل له كل الفكرة اللي نحن بدنا إنه نوصل له إياها. فأي هو سرعة الرسم بتوصيل أي فكرة
أي فكرة أو بتفاصيل مشهد معين، هي وهين بتجي يعني عظمته أو شطارته أو فظاعة الرسم. طيب أنا هون حابة كمان هيك نتذكر، بما إنه أنت حكيتي عن ال5 سنين اللي كانوا، خاصة أول سنة قديش كان فيها صعوبات مشان عامل اللغة، والتجربة اللي كانت كل يوم عم تضيف شيء جديد بحياتك وصولها لليوم عم تدرسي بهاي الجامعة، هذا الانفتاح اللي عم تحسي براحة كبيرة إنك موجودة بهاي البيئة الداعمة، هل كان في لحظات مؤثرة اليوم بحياتك بتتذكريها رن؟ يمكن اللحظات المؤثرة هي بداية نهاية كل سنة دراسية، يعني بداية السنة وقت بتشوفي حالك إنه أنت عملتي الإنجاز اللي كان بدك إياه السنة الماضية، وتفوتي على وتفوتي بقى تبلشي تعملي شيء أنت كنت عم تستنيه طول السنة كاملة. يعني أنا بأول سنة إلي بالعمارة قعدت أطلع إنه هذا كان حلمي من طول السنة اللي قبلها، طول الفترة اللي قضيتها جوات كورونا وقديش كنت قاعدة عم أتعذب، وأخيرا فتها، فهي كانت لحظة كتير حلوة. ولحظة النهاية، نهاية السنة، وقت تشوفي إنه أنت حسنتي إنك تاخدي علامات عالية وعم تحسي إنك تنافسي البريطانيين وعم تاخدي جوائز وما بعرف شو، فهي هي يعني دائما لحظة البداية ولحظة النهاية، لحظة يعني إنك تحققي الحلم أو تحققي خطوة من هذا الحلم الكبير، إنك تعملي وانك تشوفي النتيجة بالنهاية، تشوفي نتيجة او نظرة الناس لك، او انه واو الناس البريطانيين قاعدين عم يطلعوا عليك، وانا السورية انه شو هالشيء الحلو اللي مقدمته. فهوني هوني هي بتحسي اجمل انك عم اللحظة. تساهمي بتغيير صورة ممكن تكون نمطية او هي عند البعض مختلفة عن الواقع اللي انت اليوم عليه. طيب كان في شيء هيك موقف طريف صار معك كل ما بتتذكريه، مثلا بتضحكي بتقولي كيف هيك صار؟ والله معلش شاطرة كتير بإني أقول شي موقف طريف، بس يمكن المواقف الطريفة وقت حدا بيسألني عن عمري، حدا بيسألني عن عمري بيقول لي قديش عمري، بقول له 20 سنة، يقوم بيتفاجئ أو بيستقل فيني أو بيستقل بأعمالي، بعدين لما بيشوفهم بيقول لا أعمالك أكبر من عمرك، ما حدا بعمر ال 18 أو ال 20 ممكن إنه يرسم بهي الطريقة. ممكن هي كانت النظرة دائما لإلي من أساتذتي بالثانوية العامة، إنه أنا أغلب اللوحات اللي رسمتهم بعمر 18، وأغلب اللوحات اللي هلا عم شارك فيهم هي لوحات مرسومة بعمر 18، وكانوا الناس يتفاجئوا إنه كيف بنت بعمر 18 بتحسن إنه ترسم بهي الطريقة. كتير برافو. طيب هلا بالنسبه لعلاقتك بالسوشيال ميديا، يعني انت هذا العمر اللي ذكرتيه ناس كتير مثلا بيكون لها اهتمامات خاصه بعصر السوشيال ميديا ممكن تلهيها، او بالعكس تكون هي منبر للتعبير كتير عن افكارها عن اهتماماتها. راند والسوشيال ميديا كيف علاقتهم مع بعض؟ هلا بصراحة أنا ما بحط السوشيال ميديا بهذا الإطار السلبي اللي كثير من الناس بحطوها فيه على أساس إنه هي مضيعة للوقت أو شيء. أنا بالنسبة لي السوشيال ميديا أو الإنترنت أو الموبايل بشكل عام هو اللي بنى شو عم أعمل أنا هلا. يعني أنا بصراحة لولا مواقع التواصل الاجتماعي ولولا اليوتيوب وهي القصص ما كان فيني إنه أطور حالي بالرسم، ولا كان فيني إنه كنت كمان بعمل كيك، فما كان فيني إنه أطور حالي كمان بهي النقطة، ما كان فيني إنه أقدم على الجامعات أو إني أحسن لغتي. يمكن حتى ما كنت عرفتيني عن طريق الفيسبوك مالي ناشرة هي الأشياء. فإيه يعني مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت إنه تكون هي شيء سلبي، لا صارت شيء إيجابي، وكل شيء بالنهاية له الوشين السلبي والإيجابي، والقصة بترجع للشخص إنه شلون بحب إنه يستخدم كل قصة عنده. هيك ذكرتي نقطة تزيين الكيك وتحضيره، وأنا شفت بعض الصور كتير هيك بعجينة السكر بعتقد آخذي وقت، يعني هي كمان شكل من أشكال الفن. شو خطر على بالك؟ كيف صرتي تعرفي تساويها؟ يعني بتحسي إنه هي كلياتها دائرة واحدة، ولا لأ حبيتي هيك تغيري شوي تاخدي هذا الجانب؟ هي أول شغلة عملته بعد ما تركت الشطرنج وجيت على بريطانيا، كنت فايتة على بلد جديد مصدومة بأنه الشطرنج هون ما إله مدربين، ما إله دعم، ما بعرف شو من هذا الشيء كلياته، وقررت أنه ألاقي شيء مختلف. بقلب سوريا صناعة الكيك ما كانت شيء بمتناول الجميع، يعني هي بصراحة كانت بالنسبة ل يعني المواد ما لها موجودة، القصص ما لها موجودة. فوقت جيت على بريطانيا صرت بدي أجرب كل شيء، جرب كل شيء بقدر عليه، رسم، نحت، حتى لو كان كيك. فبلشت أعمل كيكات،
ركز على الديزاين فيهم هي أول شيء عملته، يمكن هذا هو الشيء اللي فتح لي مجال بعدين لحتى اكتشف إنه أنا منيحة بالأشياء اللي فيها كرياتيفيتي، إنه أنا بدي إنه كمل بالرسم وبعدين بالعمارة. فأي كنت أهتم بالديزاينات لدرجة إنه وقت قدمت البورتفوليو للجامعة هو شيء نحن لازم إنه نعرض فيه مجموعة من أعمالنا حتى نفرجيهم للجامعة، ضمنت كيكات، ضمنت ثلاث أربع كيكات، والدكتورة اللي كان قاعد عم يشرف على المقابلة تبعي اللي برافو إنه أنت ضمنتيهم. نحن بالنهاية بدنا نشوفه إنه أنت شلون تحسي إنك تعملي من شيء بسيط مشي فظيع، وخاصة أنه أنا عندي دراسة، فأنا حسان أنه وازن بين ثلاث أمور مع بعض، فإيه حبهم. طيب يعني بتحسي أن الوقت عم بيكفي معك ولا أنت سلفاً منظمتي؟ منظمته كتير بس ما بتفيك أنه بتمنى لو أنه النهار 48 ساعة. قد ما نظمتي قد ما نظمتي أنا ثلاث أرباع الأشياء اللي بعملها بتاخد وقت، الرسم بياخد وقت، بعمل أشياء بمادة الكلي واللي هي مثل الفخار كمان هي بتاخد وقت كتير، بعمل هي الكيكات بتاخد يعني بتاخد النهار الصراحة، والعمارة هي فرع كتير بده تركيز وكتير بياخد وقت. ننظم الوقت بس بالنهاية بضل حاسة إنه لسه في عندي شيء بدي إنه أعمله وما عندي وقت أعمله، ما بضيع أي وقت، يعني يمكن النهار اللي بيضيعه ما بعمل فيه شيء وصل لآخرته وأنا متضايقة، لا لازم إنه أعمل شيء ولو كان شيء بسيط، بس حتى نحس إنه أنا عملت خطوة أو عملت شغلة بسيطة، يعني إيه ننظم الوقت بس بالنهاية الوقت بيقدرني. طيب شو أكتر شيء بتحسي إنه أنت مهتمة فيه مستقبلياً؟ حدا بيحط خطط قبل بسنة قبل بوقت، دايماً عم بتخططي، رنج شو مخططة لهيك خططك المستقبلية خلينا نقول القريبة؟ هلأ الشيء اللي أنا هلأ فيه هو ناتج الخطط اللي حطيتها قبل 5 سنين، فأنا ممكن إني أقول إن الشخص بيعرف شو بده وبيحط الخطوات الصحيحة، حاطة خطة واضحة لل5 سنين الجاية، هنفاني شو بدي أعمل يعني بأي شيء له علاقة بالجامعة وأي شيء له علاقة بالعمارة. بالنسبة للرسم أنا يعني لي 3 سنين بس برسم، 3 أرباع اللوحات اللي عندي هي لها علاقة بالأزمة السورية، صرت شوف إنه الناس عنده نظرة نمطية صار لسوريا إنه سوريا هي بلد الحرب. عفواً لا، بالنسبة للعرب وبالنسبة للأجانب سوريا هي مو بس بلد الحرب، سوريا عندها أشياء كتير عظيمة، نمط معماري مختلف، إحنا كل يوم عادين عم نسمع عن إنجاز فظيع سوري بقلب البلاد المختلفة، فهي بلد كتير عظيم، ليش ما منسلط الضوء كمان على هي الجزء على هذا الجزء. فخطتي القادمة إنه بطل شوي أرسم عن الأزمة السورية وركز على الشيء الإيجابي أو الجزء الإيجابي من سوريا، نجاحات الناس، ذكرياتنا الحلوة جوات سوريا، حتى البيوت الدمشقية أو الناس اللي كانت تتفاعل جوات البيوت. فأي عندي هلأ خطة إنه ركز على الذكريات الحلوة والحاضر اللي قاعدين عم نعيشه الحلو أو الإيجابي من سوريا. إن شاء الله هيك دايماً تكوني ناجحة. وهون هيك حبي بالختام أسألك السؤال، شو بتقولي لرند بعد 10 سنين؟ لو بعد 10 سنين إن شاء الله هيك العمر الطويل توصلك رسالة من نفسك، شو رح بيكون مكتوب فيها؟ شو رح بتكوني قايلة فيها؟ والله أنا حاطة خطة لـ5 سنين الجاية، والـ5 سنين الجاية هنا اللي حيحددوا أنا شو بدي بعد الـ5 سنين اللي بعدهم، فما فيني إنه أقول شيء مباشر، بس يمكن أكثر شيء حابة إنه أشكر حالي عليه هلا، أشكر حالي على إني حققت كل شيء كان بدي إياه بالـ5 سنين الماضية، يعني الشيء اللي كان بدي إياه من 5 سنين. شكراً لإلي هلا لإني حققته، شكراً لإلي لإني فتت على الجامعة بإني قادر أعمل الحلم اللي أنا بدي إياه. إجباري بعد 10 سنين رح يكون كل شيء اختلف علي، بتمنى أكون الشخص اللي أنا بدي اياه هلا، يعني انا هلا كاتبه انا شو بدي انه اكون بعد 5 سنين وشو بدي انه اعمل بعد 10 سنين، وحاططهم هيك بورقه ومخبيتهم، قايله لحالي انه انا هدول بدي اقراهم بعد 10 سنين، شوف قديش حققت منهم، انه هذا الشيء اللي هلا انا عملته، كتبت ورقه بالـ5 سنين وقاعده عم اطلع انه انا شو قديش حققت من هالاشياء اللي كان بدي انه احققها قبل 5 سنين. الحمد لله حسان انه حقق الاغلبيه العظمى من الاشياء اللي كان بدي اياها، إن شاء الله كمان بعد 10 سنين يكون حققت أغلب الأشياء اللي هلا بدي إياها. إن شاء الله رند، ودائما هيك تكوني فخورة بنفسك متصالحة مع كل التجارب اللي عم تمرق فيها.
مهم كمان انك اكيد هيك تستمتعي بكل لحظة عم تمرق فيها. ان شاء الله هيك دايما من نجاح لنجاح. شكرا لك، شكرا لعائلتك الحلوة اللي قادرة تعطيكي هالطاقة الجميلة وتكون داعمة لك على طول. انا كتير استمتعت بهذا اللقاء، كتير حفزتيني على المستوى الشخصي، واثقة انه كتار كمان اليوم اتحمسوا. بتمنى لك ولكل الشباب السوريين والصبايا كل النجاح والتوفيق. فخورة فيكي من جديد. شكرا لك. يعطيك ألف عافية رند حمادة، كانت ضيفتنا لليوم. استمتعنا بالحديث معها عن تجربتها اللي خاضتها ببريطانيا مع أسرتها، كيف قدرت فعلا تشتغل على نفسها خلال هالفترة لتكون قادرة على تحقيق إنجازات، تكون بصمة بحياتها من جهة، وبصمة بكل مين بيعرفها خاصة كسفيرة عن سوريا، عن تغيير صورة ممكن تكون مأخوذة عن الصبايا السوريات بشكل خاص وعن السوريين ومعاناتهم. كيف ممكن الفن يكون رسالة بتوصل كتير عن سوريا، عن معاناتها، وأيضا عن نجاحات أهلها وين ما كانوا حول العالم. خبرتنا كيف لما بيكون عنا خطة وكيف ممكن تتغير الظروف، كيف ما فينا نوقف رغم أنه هي كانت بالشطرنج، لكن حاولت تلاقي طريقة ثانية وتعبت على حالها واشتغلت ضمن الإمكانيات المتاحة. رح نتمنى لها على طول كل التوفيق. شكرا لكم جميعا، برنامجنا مستمر معكم على هوا راديو روزانا. اليوم فنجان القهوة مع التلي جاي زيارة، حطيت الركوي عالنار.